السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلاب الدراسات العليا، سأقوم بشرح مادة الكوارث البيئية دبلوم إدارة الأزمات الفرقة الثانية. إكمالا للمحاضرات بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن سمات الكارثة. الكارثة فيها ليها سمات معينة بتتصف بيها، هي زي سرعة وتتابع أحداثها، بتبقى ليها درجة عالية جدا من التوتر، بتبقى فيه عاملة ضغط نفسي أو ضغط عصبي، بتبقى عاملة نقص في البيانات وبالتالي في المعلومات الموجودة، بتبقى تحدي كبير بالنسبة للمسؤولين، بتستوجب ابتكار أساليب ونظم ومواجهة غير مألوفة، تستوجب توصيف أمثل للطاقات والإمكانيات المتاحة الموجودة، تتطلب نظام اتصال عالي على مستوى عالي، تتطلب درجة أو تحتاج إلى درجة من التنبؤ وبالتالي إلى أجهزة ذات قدرة تقنية عالية. طيب تعالوا نشوف إيه هي السمات الرئيسية لخطة إدارة مخاطر الكارثة. أول حاجة لازم يبقى عندي تبقى متوفر عندي توجيهات واضحة وعملية ومرنة، وليست قواعد صارمة للمدير الموقع أو في أي مكان موجود. لازم أعرف الكارثة دي اللي أنا موجودة قدامي اللي أنا بواجهها، هعرف إن أنا أوجه الناس ليها إزاي، أو إن أنا أعرف أتصدى لهذه الكارثة عشان محققش لمخاطر كتير، وإن الناس عندي كميات أو عدد كبير يموتوا أو يجرى لهم حاجة. تاني حاجة بحط خطة كاملة او خطة عامة شاملة عشان اعرف ان ادير اي موقع وادير الخطة او ادير الكارثة بتاعتي. لازم احط قائمة بالانشطة وافعال، ما ينفعش ان احط قائمة ما ينفعش ان احنا نعملها او ننفذها، لا، اجراءات مناسبة يتم اتباعها الافراد. بحط خطة او اهداف سياسية للخطة وبسير عملياتها ونهجها ونطاقها طبقا للجمهور. بضع المخاطر الرئيسية للكارثة وببدأ ان انا اقيمها واشوف ايه الاثار السلبية بتاعتها عليا، وحط ادوات وتقنيات واستراتيجيات اقدر ان انا انفذها او ادير المخاطر او الوقاية منها او اخفف من اثارها السلبية. طيب ايه هي الموارد البشرية المطلوبة او الفنية والمالية المطلوبة لادارة الكارثة الطبيعية؟ تشمل الموارد البشرية اللازمة لدعم الفريق الاساسي مهنيين في مجال الحفظ وادارة المخاطر من الكوارث، تشمل ايضا المعدات او التقنيات او الادوات عشان تقيم لي الكوارث او مخاطر الكارثة مع الممتلكات اللي موجودة عندي ومختلف محتوياتها. يعني مثلا على سبيل المثال وجود ما طافئ حاجات للحريق، وجود صنابير للمياه، وجود أجهزة للكشف عن الدخان، وجود شخص ضمن فريق التخطيط قادر على تعيين نوعية المعدات اللازمة للمواقع المختلفة. طبعا الموارد المالية لازم تبقى لازمة عندي عشان أعرف أعد الخطة وأعرف أحط الحاجات اللي بتواجهني لأي مشكلة ممكن تحصل قدامي فجائية. لازم يبقى عندي فريق تخطيط يبذل كافة الجهود الممكنة لإعداد خطة يكون تنفيذها ممكنا في إطار الموارد المتاحة. عندي أبعاد الكارثة، بتتمثل أبعاد الكارثة من خلال عوامل: رقم واحد مصدر الكارثة وأسبابها، هل هو تهديد خارجي أم عوامل بيئية طبيعية أم موقف طارئ داخلي. رقم اتنين ثقل الكارثة بمعنى مدى التهديدات للمصالح الحيوية للدولة الموجودة عندي. تالت نقطة تعقد الكارثة، مدى الخيارات المتاحة عشان أعرف أواجهها. رقم أربعة كثافة الكارثة بمعنى مدى تلاحق أحداثها، المدة الزمنية للكارثة اللي بتستغرقه، هل هي تستغرق وقت قصير، هل هي تستغرق وقت متوسط، هل هي تستغرق وقت طويل، إيه هو النطاق الجغرافي اللي بتشمل عليه الكارثة، هل هو نطاق داخلي أم داخلي ممتد للخارج أم خارجي فقط. قد يرجع أسباب تزايد الأخطار أو الكوارث البيئية أو الكوارث الطبيعية يرجع إلى قدر من زيادة هذه الكوارث إلى عدة أسباب، من أهمها رقم واحد نمو أعداد السكان مما يؤدي إلى زيادة عدد الأفراد المعرضين للأخطار، تغيرات اللي بتشهدها البيئة الطبيعية نتيجة لانحدار مستوى البيئة مما يؤدي إلى مجموعة من أو مزيد من الأخطار الطبيعية ومزيد من الأخطار الأوسع نطاقا، بعض من الأغيار التغير المناخ على البيئة الاقتصادية الطبيعية والاقتصادية والزراعية، وحركة أعداد كبيرة من الناس اتجاه المناطق الحضارية وبالقرب من الشواطئ خصوصا في الاتجاه في المدن الكبرى. في أيضا السبب إلى سوء استخدام الأراضي وعدم التطبيق المناسب للمعايير القياسية للتخطيط والتصميم والبناء. طيب تعالوا نبص على إدارة الضرورية واللازمة للتعامل مع وضع
غير طبيعي أو غير عادي، وذلك بهدف تقليل الإضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات لأقصى حد ممكن. ولهذا تعتبر إدارة الكارثة هي عملية طويلة تحتوي على العديد من العمليات التخطيطية والنشاطات وأخذ القرارات والتجربة والممارسة، وهي بتغطي المسافة كبيرة بين الإجراءات الوقائية وصولا إلى الإجراءات العلاجية المتأخرة. لذلك فإن أي خطة مدروسة وناجحة على المستوى الوطني لإدارة الكارثة أو الأزمة يجب أن يتدخل معها دور العديد من الجهات ذات العلاقة. ولإنجاز خطة نجاح فوفاعلية إدارة الكارثة يجب أن تستند بناء هذه الخطة إلى عدد من الخطوات المتتالية، ويمكن أن تتابع بتنفيذ هذه الخطوات حلقيا. كارثة الكوارث الطبيعية أو كلمة مفهوم إدارة الكوارث الطبيعية هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والخطوات. مفهوم التخطيط الاستراتيجي للكوارث الطبيعية، مفهوم الخطة الاستراتيجية للكارثة هي مجموعة من الترتيبات والتنظيمات والاستعدادات المتفق عليها للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها وفي أثناء حدوثها وبعدها. ويمكن تطبيق عملية التخطيط الاستراتيجي للطوارئ على المؤسسات والمنظمات أو على الأحياء والمجتمعات، وكذلك على المستوى الوطني بشكل عام. تعالوا نبص على متطلبات التخطيط للكوارث الطبيعية. رقم واحد، لازم في إدراك واقتناع لجميع الجمهور بوجود مخاطر. لازم يدرك المؤسسات والمجتمعات وصانع القرار بأهمية إدارة الأزمة أو الكارثة ووضع خطة للطوارئ في حال حدوثها، ضمان تطبيق الخطة بقوانين مسنة لذلك، تحديد الجهة أو لجنة محددة مسؤولة لوضع وتنفيذ عملية التخطيط عند وقوع كارثة معينة.